بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع تحت عنوان سؤال: أين الله من شر فيروس كورونا؟ والمحاضرة عبارة عن جواب على هذا السؤال. بداية، مرت على الإنسان كوارث كثيرة عبر التاريخ، كوارث طبيعية، زلزال، براكين، وطبعاً لها ضحايا، آلاف الضحايا. ومنها كذلك أيضاً كوارث حروب. الحروب مستمرة ولا زالت مستمرة طالما في ناس يتمصلحون من هالحروب هذه، وهؤلاء هم شياطين البشر الذين لا يهتمون بالضحايا ولكن يهمهم مصالحهم المادية. ويكفي أن ضحايا الحرب العالمية الثانية كانت في الملايين. في هالأيام هذه نعيش انتشار وباء فيروس الكورونا، والذي شمل كوكب الأرض تقريبا. في مثل هذه الكوارث الناس تنقسم إلى قسمين بالنسبة للكوارث: فئة مؤمنة بالله، وفئة لهم تفكير مادي محض. بالنسبة لموقف المؤمنين من الكوارث هذه، المؤمن الواعي المتعلم يأخذ بالأسباب ويتبع تعاليم الأطباء ويسلم أمره لله. وطبعا كل ما زاد إيمانه وتوكله على الله زادت مئنانه، فهو بجانب أخذه بالأسباب يدعو الله لإزالة هذه الكارثة وتخليص البشرية من هذا الكابوس. طبعا بالإضافة إلى هؤلاء، هناك بسطاء من المؤمنين قد لا يتقيد بالأوامر على أساس أنه متوكل على الله، وطبعا هذا لا يمثل المؤمن الواعي الآخذ بالأسباب. أما بالنسبة للموقف الملحد من الكوارث، الملحد المتعلم يتبع العلم ويعتمد عليه ولا يؤمن بالغيب ولا عنده أي اتصال بالغيب، بل يعتبر هذا من الأوهام والخرافات لحل الكوارث. ولذلك تجده يتصور بأن المؤمن بالله إنسان يؤمن بما وراء الطبيعة، وأن هذا الإنسان مستسلم للغيب، وأن الإنسان المؤمن يتوقع حصول تدخل إلهي لإنقاذه من الشر. في مثل هذه الظروف يستغل البعض الملحدين هذه الفرصة للاستهزاء بوجود الله، فيسأل: أيها المؤمنون بالله، أيها المؤمنون بالله، أين الله ليستجيب دعاءكم وينقذكم من هذه المحنة؟ الملحد يقول أن التفكير الإسلامي يطرح إلها يقبل بالشر، شوف المشكلة، ويعتبر أي المؤمن يعتبر أن الشر قدر وابتلاء أو حتى عقاب، وهذا الإله لما يدعوه المؤمن عن طريق الدعاء ينجي المؤمنين. ولو أنه حسب رأي الملحد مرت على البشرية كوارث كبيرة، ولم يجد الملحد دورا لهذا الإله المزعوم. لاحظ الاستهزاء، إن مشكلة الملحد أنه لا يعلم ماذا يعني الدعاء، ولا يعرف الإله الذي يستهزئ به، ولا يعرف العلاقة بين المؤمن بالله مع الله. وسأبين مدى قصور فهم هؤلاء لله، فهم يخوضون فيما لا يعلم. فالجواب على السؤال أين الله من وجود الشر في العالم هو التالي. لكن قبل أن أجيب على هذا السؤال أعرض هذا الاستفسار: حسب تصور الملحد، ما دام يوجد شر فاستنتاجه لا يوجد إله. ولكن عزيزي المستمع، العالم أيضا به خير وجمال وسعادة، وهناك الخيرين من البشر. فسؤالي إلى الملحد: ما هو مصدر كل هذا الخير؟ مصدر الشر في العالم مصدرين: شر من الإنسان ضد الإنسان، الحروب مثل الحروب، وهذا الشر يرجع طبعا إلى طبيعة الإنسان أنه إنسان مخير مخلوق له الاختيار، ومن باب الاختيار يختار الحرب أو السلم، فهذا الشر لا علاقة له بالله. فهذا الذي يقول أن وين ما يتدخل الله، ليش ما يتدخل الله في الموضوع؟ هل يريد الله أن يتدخل يوقف الحروب؟ أو أنه غير موجود في الحالة؟ يعني هل تطلب منه أن يتدخل مثلا
لمنع حوادث السير، يوقف السقوط من سطح جبل وغيرها من الحوادث. لذلك سؤال الملحد أين الله من هذه القنابل التي تتسقط على الأبرياء، هذا السؤال من الملحد يدل على فهم ضيق وكلام عاطفي لا أكثر. أما المصدر الثاني للشر فهو من الطبيعة، كلكم تعرفون هذا، الزلازل، براكين، ميكروبات والفيروسات. مع أن طبعا في المقابل للزلازل والبراكين والميكروبات والفيروسات كلها هناك لها فوائد للبشر، يعني حتى الفيروس في أنواع مفيدة للبشر، حتى الميكروبات أكثرها مفيد للبشر. فالسؤال هل الزلازل والبراكين والميكروبات والفيروسات هي شر؟ للإجابة على هذا استعين بثلاث أمثلة. مع الأسف الأمثلة هذه كلها مرتبطة بالعاطفة وليس بالعقل كما يدعي الملحد. الأول، بين زلزالين في كوكبين، مثلا لو حدث زلزال قوي في كوكب المريخ، ما هو رد الفعل من العلماء؟ فورا يصير رصد لهذا الحدث ويسمى بحدث علمي وتنتشر الأبحاث إلى آخره. لكن لو حدث زلزال على كوكب الأرض وراح ضحية الزلزال آلاف من البشر، شو راح يقولون؟ هذا شر. الفيلسوف المادي في الحالة هذه يقول أين الله؟ لماذا لا يمنع الله هذا الزلزال؟ هذا الفيلسوف المادي بنى فهمه للشر على أساس عاطفي. تصوروا أساس عاطفي، تصوروا فكرا ينبني على عاطفة، أي فكر هذا؟ وأي فلسفة تلك التي تتأثر عاطفيا بالموضوع؟ هل نسمي هذا مفكر؟ ممكن أن يكون له رأي آخر في مواضيع أخرى، ولكن في هذا الفهم فعلا فكر ركيك. المثل الثاني، قانون الغابة شر أم خير؟ عندما يهجم نمر ويقتل حيوان مثل الغزال، هذا في تفكير الملحد يناقض وجود الله، أو على الأقل يستهزئ الملحد ويقول أين رحمة الله التي يدعيها المؤمنون بالله. أنا أسأل هذا الملحد، هل نسمي هذا شر؟ هذا السلوك من النمر هذا الشر يعتبر؟ أيضا مشكلة أكبر أن بعض علماء البيولوجيا، وأنا أقول بعض، عندما يجدون الصراع بين الحيوانات والقسوة بينهم في تفصيل لا يمكن ذكره هنا، يقول أين رحمة الله، ويتساءل هل معقول أن يكون هذا من خالق رحيم؟ إذن مرة ثانية شنو التفكير هذا؟ تفكير عاطفي. مثال من الفيلسوف الإنجليزي برتراند رسل. طبعا برتراند رسل اللي توفى سنة 1979 له مساهمات ممتازة في نواحي أخرى، أعتقد كان في منطقة الرياضيات، وطبعا له عبقريته وهذه نحترمها، لكنه في معرفة الله يبني رفضه لله على أساس عاطفي. اسمع شو يقول، يقول لا يمكن لإنسان أن يجلس بجانب طفل في حالة احتضار، يعني الطفل يحتضر وهذا الإنسان يشوف هذا الطفل يحتضر ولا يزال يؤمن بالله. يعني يا فيلسوف، أنت تتوقع أن يتدخل الله ويمنع المرض عن الناس كلها؟ هل تتوقع الشكل؟ أليس هذا تفكير مبني على عاطفة؟ أم أن يلغي الميكروب؟ ولا بس يهتم بالأطفال؟ المثال الثالث أنا سميته الاستنتاج الساذج. تصور تدخل في قصر مصمم بأحسن تصميم وشاهدت في هذا القصر قطرات من الدم، فاستنتجت حدوث جريمة في هذا القصر. فالسؤال، هل وجود جريمة في هذا القصر يعني أنه لا يوجد مصمم بالقصر؟ ما دخل الجريمة بتصميم القصر؟ نفس الشيء ينطبق على الكون،
كل هذا التصميم الدقيق الجميل للكون الذي يحوي حوالي 2 تريليون مجرة. ووقعت مشكلة على كوكب الأرض مثل فيروس كورونا. أنت بفكرك تستنتج أنه لا وجود لخالق؟ وأين الله ليحمي الإنسان؟ بصراحة استنتاج في منتهى السذاجة مهما كان المستوى العلمي للي يستنتج هذا الاستنتاج. الحين أعطيكم فكرة عن تناقضات الملحد. سؤال: هل الكون تحكمه القوانين أم هو كون عشوائي؟ طبعا لو كان الكون عشوائي لترتب على ذلك لا علم ولا استقرار ولا حضارة ولا شيء، ولكنه واقعا كون يتبع القوانين. لذلك هذا الكون لأنه يتبع قوانين قابل للفهم البشري، ولهذا نشأت الحضارات وتطور العلم وتطورت التكنولوجيا. طبعا الملحد يقر بوجود قوانين تحكم الكون في كل صغيرة وكبيرة لأن شيء علمي ثبت علميا ذلك، فهو كون عقلاني. ولكن هذا الكون العقلاني لا يتفق مع تذكير الملحد المبني على العاطفة. في مطالبة الملحد بوقف الشر حسب فهمه للشر يناقض الكون الذي يسير وفق قوانين صارمة. فإذا كون بقوانين تحكم قوانين لابد من دفع الثمن. شنو هو الثمن؟ إنه ماكو شيء اسمه عاطفة. الحوادث تقع، هذا من ضمن القوانين. فليس معقول إن واحد يقف على سفح جبل وتأثير الجاذبية ينتهي لأن والله أنا ماني راضي إن هذا الشخص يسقط. فالقانون ينطبق من غير اعتبار للعاطفة، والإنسان يقبل بالعدالة طالما لا تمس مصلحته. لذلك ممكن هذا الذي تراه شر هو نتاج لقانون موجود في الكون، مثل انفجار بركان، زلزال إلى آخر. إذن على الجواب على السؤال لماذا لا يتدخل الله ليوقف الشر هو التالي: أولا لأن مفهوم الشر بني على أساس ارتباط الإنسان العاطفي. ثانيا الكون تحكمه قوانين، ومن قوانين الكون أن يكون فيه زلزال، براكين، ميكروبات، فيروسات إلى تصور آخر. تصوروا لو كونا يتدخل فيه الله في كل صغيرة وكبيرة ليحقق عواطف الناس، ليحقق عواطف الناس. في هذه الحالة يتحول شنو الكون؟ إلى فوضى، ولا يمكن تحكمه القوانين. أرجع إلى البراكين مرة ثانية، هل وجودها شر أم خير؟ اكتشف العلم العلاقة القوية بين البراكين والحياة على الأرض، سواء بداية الحياة أو الآن. فعند نشأة الحياة قبل ملايين السنين، حوالي أفرض 600 مليون سنة قبل ظهور الحيوانات، غطى الجليد أكثر أجزاء الكوكب، فكانت البراكين هي التي تطلق الحمم ومعها ثاني أكسيد الكربون، مما أدى إلى زيادة كمية ثاني أكسيد الكربون إلى وصلت أن درجة الحرارة أن صارت الحرارة المناسبة للحياة. السؤال: نلغي البراكين من نظام الأرض لأن البراكين شر، أم كيف تقيم الشر الآن؟ المشكلة الثانية بالنسبة للملحد أنه يريد إله على مزاجه وعلى طريقة فهمه هو للإله، فإن خرج عن مزاجه إذا لا وجود لله، والنتيجة إلحاد. والمشكلة أنه أي الملحد يعيش الدور بأنه قاعد يستخدم العقل والمنطق فتوصل إلى أن لا وجود لله. لكن أيها الملحد رجاء انتبه، لا بد أن تعرف خطأك، فبدلا أن تحدد الإله الذي يسير على مزاجك ارفع مستوى تفكيرك واعرف الإله الحقيقي. المشكلة أنك لا تستوعب مفهوم الله وترفضه، أي أنك ترفض شيئا لا تفهمه. لكي أقرب الصورة في تفكير هذا الملحد، مثله مثل من يجد صعوبة في فهم
ميكانيكا الكم فيرفضه. وهذا ما حصل في بدايات القرن العشرين، لأنه شيء غير معلوم لعقله فيرفضه. وقديما قال الإمام عليه السلام من أحد حكمه: الناس أعداء ما جهل. بالنسبة أرجع إلى القرآن اللي هو فعلا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذا الكتاب هداية للناس ليخرجهم من التيه والضياع إلى حيث النور والوضوح. قرآن بهذا يكون حل مشاكل الإنسان، وليست مسائل بسيطة من أمور الحياة يومية. لذلك أفهم أن الله أرسل رسوله لما قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. السنن الكونية في القرآن، احنا اتفقنا على أن القوانين تحكم الكون والإنسان في نفس الوقت، سواء هذا الإنسان آمن بالله أم لم يؤمن، لأنها قوانين وضعها الخالق ولا يمكن الحيود عنها، وليس للعاطفة أي مجال للاستثناء من هذه القوانين. فمثال، أعطيك مثال: لو أن يا رسول ونبي من الله يحكم مجتمع، وهذا المجتمع الناس فيه كسالى، فلن يتطور هذا المجتمع، لأن القضية تمشي على سنن. ألا يقول القرآن في سورة الفتح آية 23: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. أيضا آية أخرى في سورة الإسراء آية 77: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أيضا آية تتكلم عن سقوط حضارات، طبعا يقول لك آية سورة الأنبياء آية 11: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. الحين ممكن واحد بسيط التفكير يتصور أن الله مثل ملك دكتاتور وقاعد يغضب على القرية أو على الحضارة ويدمرها. أبدا، مو هالشكل، هي سنن تمشي عليه. حتى لو في حديث عندنا إحنا أن لو في مجتمع كافر يمشي بالعدل يكون هو أمضى من مجتمع يكون فيه ظلم. فإذا مو قضية دكتاتور أو ملك قاعد يحكم كأن إله قاعد على كرسي العرش وقاعد يدمر يقتل، تصور جدا ساذج. فإذا الله سبحانه وتعالى يدير الكون من خلال أفعاله بطريق القوانين، قوانين تحكم الكون. ولما يأتي عالم ويكتشف قانون في الفيزياء الكيمياء، فإنما اكتشف قانونا وضعه الله للإدارة الكون، بدءا من شيء بسيط يومي قاعد يتكرر: شروق الشمس والنوم في الليل والنهار والذهاب وإنزال المطر وغيرها. حتى صورتك اللي أنت عليها الآن هو الذي وضعها تحت القانون. ألا يقول سبحانه وتعالى في آل عمران آية 6: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. إذا لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لكن طبعا واحد يقول في معاجز، أقول نعم في معاجز. هذه المعاجز سنن خارقة استثنائية، لكن الأصل في حياة الناس هي هذه القوانين. حتى القرآن ذكر المعاجز، وما ندري قد يكون في قانون أكبر يشمل المعاجز. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، إلى آخر. خلنا نأخذ درس من القرآن حتى نعرف الله سبحانه وتعالى معرفة صحيحة. هذا الدرس أنا أخذته صراحة من قصة أصحاب الأخدود. راح تعرف الله سبحانه وتعالى معرفة أدق. طبعا سورة البروج الآية من 4 إلى 9: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض
والله على كل شيء شهيد. الأخدود عبارة عن شق عظيم في الأرض، وأصحاب الأخدود هم ذول الظلمة والجبابرة، أظلموا النار في الأخدود وأحرقوا المؤمنين عن آخرهم، أطفال، نساء، إلى آخر. السؤال: لماذا قتلوا بهذه الطريقة؟ الجواب من القرآن نفسه: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إذن السبب الوحيد لتعذيبهم بهذه الطريقة الوحشية أنهم مؤمنون بالله. السؤال الآن: كيف يمكننا استيعاب أن يحرق المؤمن بالله والله يشهد عذابهم؟ والله على، يقول في القرآن: والله على كل شيء شهيد وقادر على أنقاذهم ولا ينقذهم. فما هو التفسير؟ لماذا لا يتدخل لإنقاذ أفضل من آمنوا به، وبينهم نساء حرقوا وأطفال حرقوا؟ كذلك الأنبياء في سيرتهم، كم من الأنبياء عذبوا وقتلوا مع أن الله عن طريق الوحي خاطبهم مباشرة؟ كذلك الأنبياء والصحابة والناس التابعين لهم، كم من الأنبياء أمروا المؤمنين بالصبر وتحمل الأذى؟ فلماذا تركهم الله يتعذبون وهو عالم بهم وقادر على رفع العذاب؟ إذن لابد أن نغير نظرتنا لله. معرفة الله المعرفة الصحيحة هي المطلوبة. لذلك لما يقول إمام علي عليه السلام: أول الدين معرفته، هو هذا بداية، أن تعرف الله لا أن تنكره حسب تصورك. لذلك على أي أساس نكون نظرتنا للحياة؟ دائما أرجع إلى القرآن، أخذ نظرتي للحياة من القرآن. السبب: لأنه كتاب أحاط بكل شيء علما، فلا يمكن أن نتيه بأفواه التائهين من البشر، لأن القرآن هدى للناس ويخرجهم من الظلمات إلى النور. النتيجة اللي أوصل لها أن الإنسان في حياته يحتاج إلى أمرين: واحد، وهذا ضروري، تفكير عقلاني والأخذ بالعلم والتكنولوجيا. اثنين، الارتباط بالله في الوضع العادي وفي الكوارث. ختاما، نرجو أن يوفق الله العلماء في المختبرات للوصول إلى العلاج المناسب لهذا الفيروس، ونتوجه إليه سبحانه وندعوه كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وآله: ادفعوا أمواج البلاء، ادفعوا أمواج البلاء بالدعاء. اللهم أن ترفع هذه الكارثة عن كل البشر بغض النظر عن جنسه أو لونه، سواء كان مؤمنا أم ملحدا، وما ذلك على الله ببعيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.